طيب تعال دلوقتي نحاول نفنش اللي احنا قلناه كده، عشان قبل ما نخش في الايكويشنز بقى. عامة لما نيجي نحاول نترين بسي ان ان او بكونفوليوشن نيورال نتورك، هنلاقي ان انت في الاول بيجي لك الايمج زي ما هي كده، وبتدخلها مثلا على كونفوليوشنال لاير. ماشي، كل كونفوليوشنال لاير بيكون فيها عدد من الفلترز انت بتحدده، مثلا فيها مثلا 256 فلتر مثلا، عشان عايز تجيب 256 فيتشر مختلفين. ممكن بعد الكونفوليوشن لاير الاصليه تدخل الناتج ده على كمان كونفوليوشن لاير زي ما شفنا قبل كده، ممكن تعمل كمان واحده. عاده لما تعمل مثلا كونف، ممكن تعمل بعدها بولينج، ممكن تعمل بولينج بعد كل اثنين كونف، تعمل مثلا هنا بولينج لاير ماكس بولينج او ال2 بولينج، وبعدين تاخد نتيجه وتعمل كونف ثاني، وبعدين تعمل مثلا كونف ثاني، وبعدين تعمل بولينج ثاني، وهكذا على حسب مدى تعقيد البروبلم بتاعتك يعني، وتحدد الفلترز في كل واحده، وفي الاخر خالص بتاخد النتيجه النهائيه وتدخلها على فولي كونكتد لاير. ماشي، ممكن تعمل اكتر من فولي كونكتد لاير، كذا كذا هيدن لاير يعني، في اف سي سي اف سي سي، وبعدين في الاخر خالص ممكن تعمل بقى كلاسيفاير بتاعك يكون مثلا سوفت ماكس او اي حاجه ثانيه. ماشي، فده غالبا بيكون هو البايب لاين اللي بتمشي عليه بعد كده عشان تعمل كونفوليوشنال نيورال نتورك اركتكتشر، وهنا بيطلع الاوتبوت بتاعك. في انواع كتيره من الاركتكتشرز بتاعت النيورال نتوركس او بتاعت السي ان انز موجوده دلوقتي، ومن اهم المزايا فيها ان هي ساعات كتير بتكون جاهزه. يعني ايه جاهزه؟ هي في الاخر السي ان ان بتشتغل كفيتشر اكستراكتور، وتقدر تقول ان الكلاسيفيكيشن بيحصل في الاخر في الفولي كونكتد لايرز دي. فانت كان مثلا اي صوره في العالم غالبا هتكون معتمده على الايدجز، بتحاول تعرف اكيد هتستخدم ايدجز في حاجه، هتستخدم مثلا اقواس كده في حاجه، هتستخدم مثلا دوائر في حاجه، يعني مثلا دايره ممكن عجله عربيه هتستخدم دايره، او ممكن تكون كور بلياردو هتبقى برضه نوعا ما دايره. فالفكره ان اللو ليفل فيتشرز غالبا مشتركه من كل الصور، واللي بيفرق ما بين كلاسيفيكيشن تاسك وكلاسيفيكيشن تاسك ثانيه هو انت هتجمع الفيتشرز دي ازاي، او هتتعامل معاها ازاي في الاخر عشان تجنريت الهاي ليفل فيتشرز اللي انت بتكلاسيفاي على اساسها. فهتلاقي اللي بيحصل ان براكتس انك بتنزل تريند نتورك، اصلا بتداونلود كده من على النت تريند نتورك جاهزه، بتاكستراكت الفيتشرز بتاعت الايمج اللي غالبا هتستخدم في الايمجز يعني، وبعدين تاخد الايمج كلها وتشيل الجزء الاخير بتاعها اللي هو من اول الفولي كونكتد لاير لحد سوفت ماكس، تشيله خالص من النتورك الجاهزه، وبعدين تحط انت الفولي كونكتد لايرز بتوعك وسوفت ماكس بتاعتك، وبعدين تترين دول بس. لان الايمج السي ان ان الاصليه هتكون مثلا تريند على داتا سيت معينه، انت عايز تترين على داتا سيت ثانيه، على داتا سيت ثانيه انك عايز تكلاسيفاي حاجات ثانيه، بس الجزء الاولاني ده كانه فيتشر اكستراكتور، فده غالبا هيكون كويس كده، هيكون مناسب مهما كان انت عايز تكلاسيفاي ايه، ان هو بيجيب لو ليفل فيتشرز يتعامل معاها. اخر جزء انت هتترينه بقى بالداتا سيت بتاعتك انت من غير ما تغير في دول، بالذات كمان ان دول التريننج بتاعهم بياخد وقت طويل قوي، فهو في حد عمل الوقت ده بدالك ووفره عليك، فانت مش لازم تضيع وقت انت كمان انك تعمل حاجه هي اصلا معموله قبل كده كويس يعني. فهتترين دول وبعدين تشتغل. بعد ما تترين دول وتجيب نتيجه كويسه، ممكن تعمل بقى ايه؟ فاين تيونينج كده، تترين على كل النتورك عشان تظبط بس التظبيطات الاخيره يعني، انما ما تجيش تجيب نتورك وتعمل لها انشاليزيشن من الاول خالص وتبدا من الاول خالص تريننج، ده هيطول معاك وهتلاقي انك بتعيد اختراع العجله يعني. طيب غير كده تعال نقول شويه مصطلحات ثانيه. بيقول لك ان سي ان انز قايمه على ثلاث كونسبتس. اول كونسبت اسمه اللوكال ريسبتيف فيلدز، ريسبتيف اللي هو مستقبله يعني فيلدز، وتاني كونسبت هو الشيرد ويتس، وتالت كونسبت هو البولينج. طيب احنا شفنا البولينج وعرفنا بيعمل ايه وايه لازمته. طب ايه اللوكال ريسبتيف فيلدز؟ اللوكال ريسبتيف فيلدز عباره عن اسم معقد شويه، حاجه احنا عارفينها اصلا، هي ان مثلا لو انت عندك دي فيتشر ماب ناتجه عن طريق كونفوليوشن ايفولويت ده مع الفيتشر ماب اللي قبلها بتاعت اللاير اللي قبلها، فكان ده نعتبره كانه هو نيورون مثلا، فالنيورون ده متأثر بس بالفاليوز اللي هنا، صح؟ بالفاليوز اللي في الجزء ده من الانبوت يعني، مش متأثر مثلا بالنيورون ده او بالنيورون ده من اللاير اللي قبله. نفس الكلام البيكسل ده او النيورون ده متأثر بشويه النيورونز اللي هنا مثلا في الانبوت اللي قبلي بس، فالتأثير لوكال يعني من لاير للاير اللي بعد كده، كل نيورون بيتأثر بجزء معين من اللاير اللي قبله بس، مش في كل حاجه. طبعا ده مختلف عن اللي كان بيحصل في الفولي كونكتد لايرز. لو انت عندك في الـ MLB العادي يعني، كنت هتلاقي ان عندك هنا شويه نيورونز، النيورون ده واصل بكل النيورونز اللي قبله، ماشي، فده بيتاثر بكل اللي قبله، كل نيورون بيتاثر بكل اللي قبله، فده مختلف شويه في السي ان انز. طيب فده اول حاجه. تاني حاجه هي الشيرد ويتس، دي برضو واضحه من معناها يعني، احنا عندنا مثلا
بناخد نفس الويت ده بنعمل له كونفوليوشن صح، بنضربه في دول ونطلع النتيجه ونشفته نفس الويت هو نشفته نحطه هنا ونطلع نتيجه ونشفته تحت ونطلع نتيجه وهكذا. فنفس الويت هو بيحدد نتيجه كل النيورونز اللي في الاوت دي نفس الويت. فكان مثلا الثمانيه نيورونز دول لهم نفس التسعه ويتس صح، فبالتالي عدد الويتس بير نيورون هيكون صغير. قارن برضو بالفولي كونكتد لاير، كل نيورون فيها بيكون لها الديستينكت سيت اوف ويتس تمام. فطبعا ده بيفرق شويه في السي ان انز. الشيرد ويتس دي منطقيه بالنسبه لنا صح، احنا اصلا عارفين هنعمل ايه، عارفين ان كل ويت بيكستراكت فيتشر معين، مثلا بيكستراكت لون معين، بيكستراكت ايدجز، بيكستراكت حاجه. فانت فعلا عايز تعرف الفيتشر دي موجوده فين في الايمج كلها، فانت مش عايز تغير الويتس اصلا. فانت مثلا عندك صوره فيها مثلا عايز تشوف العصفوره مثلا، فكل عصفوره لها مثلا منقار، فهتلاقي عندك صوره كده ممكن يكون العصفور موجود هنا لون منقار كده، فانت عايز تستراكت المنقار ده، ممكن العصفوره تكون هنا في مكان تاني في الصوره او مكان تالت في الصوره. ففي كل الاحوال المنقار مهم، فانت عايز نفس الويت اللي بيديتكت المنقار يعدي على كل الصوره وتعرف هي موجوده فين. فالشيرد ويتس مفيده ان هي اصلا مناسبه للصور، وفي نفس الوقت بتقلل جدا عدد البارامترز. دلوقتي انت عندك 8 نيورونز لهم 9 بارامترز، لو في الحاله الطبيعيه كنت هتلاقي 8 في 9 بارامترز صح، لو كل نيورون له 9 ويتس مختلفين عن الويتس التانيين هتلاقي انت عندك 8 نيورونز في 9 بارامترز، يكون عدد اضخم جدا من النيورونز. تعال ناخد مثال اعمق شويه، تعال نتخيل ان انا عندي ايمجز 28 في 28 مثلا، ايمج كده اللي هي 28 بكسل في 28 بكسل ماشي. وتعال نشوف ليه ما نحاولش نعملها كفولي كونكتد لاير. الحقيقه انا عندي سببين. اول سبب، تخيل مثلا انت عندك بتحاول تديتكت سيركل مثلا كده ماشي. في سي ان انز انت بتاخد اللوكال نيبرهود بتاعتك في الاعتبار صح، انت بتعدي كيرنل كده او تعدي فلتر بياخد فكره عن 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 الايمج في كل الدايمنشنز، في التو دايمنشنز بتاعك وكمان في الثيرد دايمنشن اللي هو في الكالر. فانت الفلتر هيعمل كده مثلا، هيعرف يديتكت حاجه زي كده بصوره، يعرف ان ده قوس مثلا. تخيل ان انت بدل كده عندك فولي كونكتد لاير، هتشتغل عادي خالص. ايه اللي هيحصل؟ هتلاقيك بتاخد الايمج دي وتحولها الاول لفيكتور، فيكتور طويل قوي، طوله كام؟ 28 في 28 اظن 728 تقريبا او 784، فهيكون عندك فيكتور طويل فيه 784 فيتشر، كان عندك الانبوت نيورون 784 انبوت نيورون. بس فكره كمان انك هتلاقي مثلا، لو انت هتلاقي مثلا شويه هنا، لو انت ماشي في الروده مثلا هتلاقي شويه اصفار ماشي، وبعد كده هتلاقي مثلا بيكسل فيه حاجه عامله كده مثلا، بيكسل واحد عامل فيه حاجه كده صغيره عامله كده مثلا يعني، او حاجه قريبه كده، وبعد كده مثلا تلاقي بيكسل في مثلا حاجه عامله كده ماشي، وتلاقي بيكسل في حاجه عامله كده صح، انت ماشي بالترتيب. فانت كل حته مثلا كانها بتاخد، بعد كده هتلاقي شويه اصفار كتير قوي عشان الصور الحبه دول والحبه دول، وبعد كده تلاقي بيكسل تاني مثلا عامل كده، وتلاقي شويه اصفار اللي هو الفراغ ده، وبعدين تلاقي بيكسل بعد شويه اصفار كتير، بعد شويه اصفار كده كتير عشان ما فهمش حاجه، بيكسل مثلا عامل كده اللي هو الناحيه الثانيه من الدايره وهكذا. فانت كانك نوعا ما يعني بتفقد الريليشن ما بين الحاجات دي، الحاجات دي المفروض كام بعض. انت لو انا اديتك البيكسل الفيكتور ده وقلت لك ده جوه ايه، صعب جدا تستنتج لوحدك كده ان ده جوه دايره، الصوره الاصليه كانت دايره بس الفيكتور المفروض ما بقاش واضح ان هو دايره خالص ماشي. فالفولي كونكتد لايرز او المالتي لاير ريسبتور العادي في هيئه الصور مش ظريف قوي، ان انت محتاج تكون محتفظ بال2 دي كونفيجريشنز. فده سبب يخليك ما تحاولش تستخدم الكلام ده مع الايمجز، هو بيجيب نتيجه عامه مش وحشه قوي بس مش بيكون حلوه قوي، ان هو بيضيع شويه انفورميشن، بيضيع السبيشال انفورميشن بتاعتك بشكل كبير يعني. طيب ده اول سبب يخليني ما استخدمش الشيء ده، ان هو اصلا مش كويس قوي في الايمجز يعني. طب تاني حاجه، لو جيت تعد عدد البارامترز اللي عندك هتلاقي ان عدد البارامترز هنا اضخم بكتير قوي. تخيل انت عندك على سبيل المثال الهيدن لاير، هتعمل وان هيدن لاير واحده فيها 30 نيورون بس، طيب ساعتها هيكون عدد البارامترز كام؟ هتلاقي كل نيورون لازم يوصل بكل الانبوتس صح، هتلاقي 784 انبوت، هتلاقي عندك 784 مش دي 784، وانت عندك 30 هيدن نيورون، هديك في 30 بارامتر في 30 يعني، بعد كده كل نيورون له البايس بتاعه هتزود 30، القيمه دي هتطلع معاك 23550. فانت عندك 23550 بارامتر. طب تخيل لو عايزين نعد عدد البارامترز في حاله الكونفوليوشنال نتورك، تعال نفترض انت بدل ما كان عندك 30 نيورون هيكون عندك 30 فلتر، ان كل نيورون في الاخر احنا عارفين ان هو بيستراكت فيتشر معينه في الام ال بي يعني، وكل فلتر بيستراكت فيتشر معينه، فتحاول نجيب نفس الرقم اللي هو 30. ساعتها هتلاقي ايه؟ هتلاقي مثلا قول عندك 30 فلتر وكل فلتر 5 في 5 ماشي، 5 في 5 في 5 في 5 في 25. طيب فانت عندك 25 ويت مختلفين في الفلتر الواحد صح، وانت عندك كام فلتر؟ عندك 30 فلتر، وكمان عندك عدد من البايسز بيساوي عدد الفلترز فبلس 30.
لو جيت تحسب الكلام ده هتلاقيه بيساوي 780 بارامترز. فانت نزلت من 23000 بارامتر ل 780 بارامتر، رغم كده ده بيجيب نتيجه احسن بكتير، ان هو بيقدر اللي هو مناسب للصور، بيستريت اللوكال ريليشنز يعني في الصوره بتاعتك، ماشي؟ فانت قللت البارامترز جدا، وده قلل الاوفر فيتنج من ناحيه، وقلل الكومبيتيشن من ناحيه، وقلل الميموري يوزج من ناحيه، وطلعت نتيجه احسن، فانت من كل النواحي احسن يعني. طيب حاجه اخيره عايز اتكلم عنها هنا، ان سي ان انز ار ترانسليشن انفاريانت، ودي حاجه احنا عارفينها يعني، بس المصطلح جديد شويه. الفكره ببساطه ان انت عندك لو سي ان ان عندك ايدج هنا، وانت عايز تديتكت الايدجز مثلا في الصوره، تكلاسيفاي هل الصوره فيها ايدج ولا لا. لو الايدج هنا وعملت لك كلاسيفيكيشن ان في ايدج، لو الايدج ده غيرت مكانه بقى هنا، هتقدر برضو النتورك بتاعتك تكلاسيفاي ان هنا في ايدج، حتى من غير ما تعمل لها ريتريننج تاني على اكزامبل في الايدج هنا، ماشي؟ نفس الكلام لو انت عندك هنا قطه مثلا شفتها هنا، والايمج بتعرف تديتكت ان دي قطه، لو خدت نفس القطه هي وحطيتها في مكان تاني في الايمج، برضه هتعرف تديتكت ان هي قطه، وده واضح من كلام من الكيرنلز بتاعتنا، ان احنا ناخد نفس الويتس نعدي بيه على كل حته، وبالتالي نكستراكت نفس الفيتشرز في كل حته في الايمج، فانت مهما غيرت مكان القطه في الصوره هتعرف تكلاسيفاي ان هي صوره، ان هي قطه. طيب لو جيت تقارن ده بالام ال بي العادي، لو انت عايز تعمل كده في الام ال بي العادي، ساعتها هتلاقي ان الفيتشر فيكتور ده مختلف تماما عن الفيتشر فيكتور ده. انت عندك 748 ماشي معانا يعني فيتشر كده، ولو غيرت الاماكن هتلاقي اماكن هتلاقي الفاليوز دي اختلفت تماما، ومفيش اي علاقه بينهم، والنتورك اصلا ملهاش اي علاقه مش مدركه العلاقات دي، مش مدركه ان ده هو ده. فانت غيرت مكان الفيتشرز، وبالتالي هتلاقي ان هي تعرف تكلاسيفاي دي قطه، بس عمرها ما هتعرف تكلاسيفاي دي قطه من غير ما تديها انت مثال قبل كده او اكزامبل قبل كده في قطه فوق، ماشي؟ فساعتها هتلاقي ان انت في الام ال بي العادي او في النيورال نتورك العاديه محتاج تعمل داتا اوجمنتيشن عنيف شويه عشان تهندل حوار الترانسليشن ده، تقعد تعمل داتا اوجمنتيشن تتغير اماكنها هنا وهنا 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 وتديها اكزامبلز كتير عشان تعرف في الاخر ان كل دول عباره عن قطه في الصوره، ماشي؟ بينما في سي ان انز انت مش محتاج تعمل النوع ده من الداتا اوجمنتيشن، ماشي؟ طيب فدي كده حاجه. رغم كده السي ان انز مثلا ما هماش روتيشن انفاريانت. ازاي؟ تخيل انت عملت تريننج لسي ان ان تديتكت المربعات، تقول عندك مربع في الصوره ولا لا، عندك مربع كده. فلو انت عملت كده هتلاقي ان في الاخر في مثلا ويت فلتر بقى بيعرف يديتكت الهوريزونتال ايدجز، وواحد تاني بيديتكت الفيرتيكال ايدجز، وظبط نفسه على كده من خلال التريننج. لو انت جيت في التيست تايم واديته مربع تاني بس عملت له روتيشن 90 درجه بقى حاجه عامله كده، هتلاقي ان ده ما هواش هوريزونتال ايدج وده مش فيرتيكال ايدج، هتلاقي ان هو في الاخر النتورك مش قادره تحدد ان دول ايدجز اللي هي عارفاهم قبل كده. فالروتيشن بيفرق مع النيورال نتورك، مش روتيشن انفاريانت يعني.